حقيقة بعد إجراء الانتخابات الأخيرة في محافظة نينوى على مستوى مجالس المحافظات أصبح المشهد السياسي فيه نوع من التعقيد، وخصوصا بعد إعلان النتائج وبروز بعض الكتل السياسية بمقاعد عالية وبعض الكتل التي لم يحالفها الحظ بحصول مقاعد عالية، ومن ثم أصبحت هناك لابد من أن يكون هناك توافقات ما بين الكتل الكبيرة وأصحاب الكتل الصغيرة التي حصلت مقاعد قليلة. حقيقة هناك مسألة مهمة لا بد من الوقوف لها، وهي أن يكون هناك تنازل وأن يكون هناك تراضي بين الأطراف لمصلحة المدينة ومصلحة المواطن العراقي. المواطن العراقي والمواطن الموصلي عانى ما عانى خلال سنوات طويلة، فلا بد من تقديم أفضل ما بوسع الكتل السياسية خدمة لأهالي مدينة نينوى ولمحافظة نينوى ولأهل مدينة الموصل على ما عانوه من ويلات الحروب وداعش وغيرها من الأمور. فلا بد من التكاتف، التوافق، التنازل. نقطة التنازل، أنا عندما أكون سياسي لابد أن يكون هناك توافق بيني وبينك حتى أستطيع أن أعبر بر الأمان وكلنا في مركب واحد. نريد أن يكون هناك فعلا خدمة لهذه المدينة وأن يكون تغيير ملموس وملحوظ كما شاهدناه خلال الفترة الإدارية التي سبقت هذه الانتخابات، أن يكون هناك شيء لأهالي مدينة نينوى ولمحافظة نينوى بكافة مفاصل الصحية، الخدمية، الاجتماعية، التعليمية. أنا عندما أكون مسؤول لابد أن أقدم ما بوسعي لخدمة هذه الناس ولخدمة من انتخبني، ليس فقط هي الجلوس وراء الكراسي، ولا بد أن يكون هناك متابعة وتنازل وكثير من الأمور تحتاج إلى تفاصيل أخرى. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع وأن تتكاتف هذه الكتل لخدمة هذه المدينة وأن مضي قدما إن شاء الله لبناء هذا البلد الذي كلنا نحتاج له وهو بحاجتنا لتقديم ما هو أفضل له، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله تعالى. طبعا شهدت المدينة قبل برهة من الزمن انتخابات مجالس المحافظات، يعني كانت نسب المشاركة يعني نقول يعني متدنية، لكن نأمل إن شاء الله من إن شاء الله مجالس المحافظات الجديدة أن يبتعدون عن تسييس المجالس، وأهم شيء أنه يتوافقون توافقات سياسية حتى ننهض بالمدينة إلى بر الأمان. يعني لازم يتنازلون في سبيل خدمة المدينة والصالح العام، المصلحة العامة فوق الجميع إن شاء الله. ونأمل من السياسيين ومجالس المحافظات أن تنهض بهذه المدينة إن شاء الله خدمة لأهلها اللي عانوا ما عانوا جراء ما شافوا من كوارث وإلى ما شاكل ذلك. إن شاء الله نأمل خير من السياسيين الجدد إن شاء الله.